زيارة تاريخية يقوم بها غبطة بطريرك موسكو للروس الأرثوذكس كيريليس الأول إلى الأرض المقدسة خلال تشرين الثاني نوفمبر، حيث التقى غبطته عددا من الرؤساء الدينيين والسياسيين بالإضافة إلى بث الرجاء في نفوس الجماعة المسيحية الروسية في هذه الأرض. نمضي برفقة الأخت إلينا من إرسالية الكنيسة الروسية لنلقي الضوء على أبناء كنيسة روسيا الأم وكيف يعيشون في الأرض المقدسة. أكثر من 3 ملايين سائح بين شهر كانون الثاني وتشرين الأول، القسم الأكبر منهم حجاج مسيحيون، والتوقعات أن يرتفع العدد في العام 2013. انطلق العام الدراسي في المعهد الفرنسيسكاني للكتاب المقدس بمحاضرة رسمية ألقاها هذه السنة البروفيسور خوزيه مانويل سانشيز كارو من الجامعة الحبرية في سلامانكا. إذا ما رغبنا فأن يتمسك الشباب المسيحي بالأرض المقدسة فإن المفتاح يكمن في التعليم. هذه هي رسالة المؤسسة الفرنسيسكانية للأرض المقدسة.